عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم قناة مبليني. الفيديو تاع اليوم لازم قاعد تتبعونا واش راح نشرحوا لكم. كامل عندنا لي شومراكوشي في ديارنا، كامل عندنا الخزاين في ديارنا. ان شاء الله في الدون لو فيوتور الناس راح تتزوج راح يكون عندكم دي شومراكوشي في دياركم، وكامل الناس راهم عندهم مشكل ولا راح يكون عندهم المشكل تاع الريغلاج تاع البيبان. اخترنا لكم بيبان كوليسونت بيان سور من بين غرف النوم تاعنا في قناتكم قناة مبليني. اخترنا لكم هذه غرفة النوم، هذا الموديل انو. راح نعطيكم طريقة نشرحوا لكم كيفية الريغلاج تاع البيبان. بالنسبة لاشومبرا كوشي هذوك كما راكم تشوفوا انا مستاليين دو بورت فيها. هذه لابورت راح نقلبوها باش نوضحوا لكم لو ميكانيزم كوليسون كيفاش تمشى على بركة الله. الباب تاع لاشومبرا كوشي هايليك نقلبوها لكم الون باب. بسم الله. نبلاصيو الروض في الراية تاعهم هكذا. في الجانب السفلي انا بلاصينا لكم الروضة في الراية تاعها. هنا خاوتي وخياتي عندكم دو راي في الراية تاع الالومنيوم، عندكم لا بروميير اي لا دوزيام. لازم هذه الروضة دوك نوريها لكم ابري من خلال هذا الفيديو اون غرون بلون، لازم تجي داخل الراية تاعها. الجانب العلوي كيف كيف نبلاصيو لكم البيبان في الروضة تاعهم. هذه المرحلة رقم واحد. المرحلة رقم واحد عند الزبون لازم تكون الروضة مبلاصية في الراية تاعها. هذه الروضة باش نزوميو لكم، بالك ممكن من خلال الباب ما يشتبه لكم مليح، الروضة لا مبلاصية في الباب ولي بيس راهم في البواروج ما عندكم على تخافوا على الباب تاعكم. هاي ليك الروضة اون غرون بلون. كاين دي شومبرا كوشي خاوتي وخياتي في قناتكم قناة مبليني، تلقاو في الجانب العلوي تاعها، وممكن اغلب الظن راهي في دياركم. الناس اللي عندهم الخزاين وعندهم لي شومبرا كوشي في ديارهم ما تلقاوش روضه من الفوق، تلقاوها غير في الجانب السفلي. في الجانب العلوي تلقاو ان جيد، فوالا لو جيد تاع الرايه. الحاجه لا بلوز امبورطونت في لا فيديو تاع اليوم لو ريغلاج يكون في الجانب السفلي تاع الباب. نجيبو سوا اللي ما عندوش فيسوس في الدار، كل واحد على حسب لي موايان تاعو، تاخذوا ان تورنافيس امريكا تلقيو الباب تاعكم من خلال لا شومبرا كوشي تاعكم. عاودوا نذكركم خاوتي وخياتي باللي الروضه راهي في الرايه تاعها. نروحوا للجانب السفلي تاع الباب. من فضلك الاخ زميلي، هذه الروضه خاوتنا فيها بولون هنايا، هذا البولون يطلع ويهبط. تحكموا التورنافيس امريكا تاعكم ولا الفيسوس تابويو. بسم الله. كي تابويي من خلال الفيديو الباب راهي تطلع، شفتوا بلي الباب طلعت. نعاودو نسقمو الروضة الدوزيام، فوالا هذه الباب سي بون راهي تريكلات. ونرماركيو بلي راهي تمشي بارفيتمون. هذا سي با زان ريغلاج، هنا جي في جوست ان اجوستومون تاع الباب باش رجعتها تكليسي طري بيان. راكم تشوفوا بلي راهي تكليسي طري بيان. ان دوزيام بوان من خلال البيبان والريغلاج تاعهم من خلال انزوم من فضلك الاخ. لو ريغلاج تاع البيبان كيفاش يندار؟ عندكم هذا البولون خاوتي وخياتي، هذا البولون كي ترخيه باغ اكزومبل كي ترخيه الباب راهي تهبط. راكم تشوفوا من خلال الفيديو بلا باب يتهبط، تعاود تزيرو الباب تطلع. يعني من عاخيله عندكم في الدار اون فوا تحطوا الروضه في الرايه تاعها، بعد افو دوفوار بارابور الارض تاعكم بيان سور، بارابور الارضيه تاعكم ترخي وتزيروا الباب حتى تحكم روحها وريغلاج تاعها يكون طريبلا. حاجه واحده اخرى، نقطه ثالثه جد مهمه، هذه نصيحه للنساء امهاتنا وابائنا امهاتنا في المنزل. هنا بالنسبه لاشومبرا كوشي عندكم دي زيتاجير. الجانب السفلي تاع الخزانه يعني لو با تاع الخزانه جينيرالمون بما في جينيرالمون النساء كامل يكسبلواتي، وهذه الجهه يحطوا فيها حوايج. ننصحكم ما تخلوش الحوايج تاعكم يقيسوا من خلال الروضه، باسكو اون فوا الحوايج يقيسوا في الروضه الروضه تخرج من البلاصه تاعها. يعني لو كان تكون الباب هذه في الرايه الدخلانيه والحوايج يقيسوا فيها، اون فوا هذه الروضه تخرج من الباب تاعها راح تديكالا لك. فريمون لو ريغلاج تاعها راهو جد سهل، الطريقة تاعها جد سهلة. ما عليكم إلا تتبعوا الفيديو باش تفهموا الريغلاج تاع البيبان كوليسون. ونذكركم
مرحبا بكم من اطرف في قناتكم قناه مبنيني. بالنسبه للميكانيز تلقاوه اون الومنيوم، دي فوا تلقاو الروده هذه في الجانب العلوي والجانب السفلي، دي فوا في الجانب العلوي تلقاو هذا ان جيد، هذا كيف يجي في الرايه تاعو، والريغلاج يكون في الجانب السفلي تاع الباب تاعكم. خواتي وخياتي، ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم، فضلا منكم ليس امرا بارطاجيونا الفيديو، ابعثونا الفيديو هذا الاصدقاء تاعكم. كما قلت لكم كاين حنا قعدنا خزين في الدار، عندنا دي شومبرا كوشي، عندنا اصحابنا ولادنا، عندنا خاوتنا حين يتزوجوا تكون عندهم فكره مميزه على الريغلاج تاع البيبان، باسكو على باس خاوتنا وخياتنا حنا مبنيني ولا اي ماغازا واحد اخر يفوا يدير لك عمليه التركيب في دارك، يدير لك شومبرا كوشي كي تصالي فيها الحوايج تاعك، يدي لك لو يدي لك لو البيبان تاعك. ديكو الطريقه تاعها جد سهله، راكم عرفتوها. اي تساؤل ابعثوا لنا في قناتكم قناه مبنيني، نحن في خدمتكم، فضلا منكم ليس امرا بارطاجيو لنا هذا الفيديو، اشتركوا لنا في القناه باش يحكم جديد. احتراماتنا، السلام عليكم ورحمه الله.